اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هذا الميساج محزن اللي جاني اليوم على الفروض الثانية، فبما أن تطلب مني ندوي فغندوي في هذا الفيديو ونتلقاو مرة الإعلان. وقبل ما نبدأ هذا الفيديو، أي واحد عنده أولى باك علمي، عنده سيزيام علمي أو لا باك حر علمي، كنصحو يشتري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. اي واحد ما جابش مزيان في هذه الفروض الثانية، بغيت نقول ليه راه عندك فرصة، عندك فرص جايين من بين الفرص اللي هي الفروض الثالثة اللي جاية والفروض ديال الدورة الثانية ان شاء الله، اللي ممكن انك تعود فيهم وترجع بشخصية قوية اكثر. فهاد العطلة الجاية تنصح اي واحد انه يراجع فيها الامور اللي وقعت في الدورة الاولى، يشوف الحوايج اللي خاصو يبدلها بالضبط، يشوف طريقة الخدمة اللي كان كيدير واش ممكن يتبدل فيها شي حوايج اللي يزيدوا ليه الانتاج ديالو في النقط ديال الفروض. تلاقى مع ناس اللي تشوف الخدمة ديالهم كيفاش كيخدموا، طريقة ديال الخدمة، تشوف فاش ما جابوش فاش جابوا باش تعرف فين كاين الأخطاء بالضبط، وتكتشف انت لراسك. حيت ملي كتكون يعني كتشوف راسك، صعيب انك تشوف راسك، ولكن انك تشوف واحد اخر كتشوف فين كاينين الاخطاء وتشوف شنو اللي ما دارش باش ما جابش مزيان. فهاد الحوايج هادو ديروهم وتاملوا مزيان في هاد المده هادي اللي دازت. التامل هو الامل، فبالتالي انك تامل في شنو داز في هاد الدوره الاولى مهم بزاف باش تعرف فين غلطتي، شنو ما درتيش في الدوره الاولى، شنو الحوايج اللي كون درتيهم كنتي غتجيب مزيان اولا كنتي غتجيب اكثر من داكشي اللي جبتي. فهادشي اللي نقدر نقول على هاد الموضوع هذا ديال الناس اللي ما جابوش مزيان في الفروض الثانيه. باقي عندكم الفرص، باقي عندكم الفرص اللي هما الفروض الثالثه واللي تيكيفاليو بهم النقاط الاخرى باش تجيبوا في المعدل العام واحد النقطه اللي تكون سواء المعدل ولا فوق المعدل. واهم حاجه هي كملي في طريقك وكمل في طريقك، هذا هو المسار الدراسي، فيه شويه ديال الطيحه والطلعه وكل شيء بحال الاسهم. هنا يكون تسال الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تفكروا تفولويوني في الانستغرام. الى اللقاء.